السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، تفضل. فيها يطرق كل أمر حكيم. ايوه، تفسيرها قيل يفرق من اللوح المحفوظ وينزل إلى سماء الدنيا وينزل إلى الخلق بعد. وفيها هل يتغير فيها شيء من الآجال والأقدار؟ والله تلك مسألة فيها بعض الاختلاف بعض العلماء، والظاهر أن القضاء المبرم الذي عند الله في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن قد تتغير الأشياء التي مع الملائكة. أفادكم الله. وإياكم.